فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كانت كتابة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتابته للمسائل على كتاب التوحيد، هل كانت في فترة متأخرة عن كتابة هذا الكتاب؟ لا، ما هي متأخرة. إذا كتب الكتاب يستخرج ما فيه من الفقه، هذه فقه الباب، المسائل هذه فقه الباب، فإذا كتب الباب استخرج ما في النصوص الواردة فيه من المسائل في العقيدة وفي الفقه. نعم.